تملى جوت. سجاير سجاير سجاير. كويس موبايل مقفول. لف لنا سجارة بقى. قلت لك انا ماليش لا في اللف ولا الدوران. يا امل تعمليش فيها بلطو بقى، هو في حد ما بيعرفش يلف برضه؟ والله ما بعرف. خلاص وانا كمان بقى ما بعرفش اكمل. هتلاقي البفر على اليمين والفلاتر على الشمال. تك يا سلام، سمع الصوت وحلاوته. طب كمل وانا بلف. اوكي، بما انك مبتدئه بقى هاتي طبق وتعالي اقعدي جنبي وانا اقول لك ما كنتش حابب ايه في ياسمين. مساء الخير. هلو. هاي 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 هاي. هيبس بوبا ازيك؟ صحابي جدا بول جدا. هما اصحابك دول ايه؟ مالهمش اسم برايفت نمبر ولا ايه؟ ايه؟ انا لا بالعكس، مين قالك؟ انا بحب اللمه جدا، عارفه بتبقى فيها دردشه وناس كده، نقعد نخش في مواضيع ونطلع مواضيع ونفتح في مواضيع ونتكلم كلنا في نفس واحد وما نبقاش سامعين بعض، فنضطر نعلي صوتنا فيجيلنا صداع. انا شخصيا بحب الصداع خصوصا لو نصفي. مساء الخير يا فندم. تحبوا تاكلوا ايه يا فندم؟ انا اتاخرت كده ليه؟ انت ايه كنت بتعزي؟ ده انا جعان جدا. شوف بقى ناكل ايه. ناكل سوشي وش. جرب لو سمحت، هات لنا 2 اوردر سوشي، اعمل لنا سلكشن. استنى بس، خد يا عم، كنت عايز انت يا ستي. انا ماليش في السوشي ده. لا ان السوشي هنا حماده هيعجبك قوي. حماده مين؟ وانا حديمه في المدرسه. قول ماليش فيه. ماشي، طالما انت اللي طلبتيه يبقى حماده. ايه ده يا بلبل؟ ايه تاكلك حساسيه من السوشي؟ حساسيه في السوشي فين؟ في وشك. ايه في وشي انا؟ لا يا شيخ. ايه ده؟ ياسمين ده؟ واحد تقولي حماده حماده اهو، حماده لعب في وشي اهو. بس عارف اجمل حاجه انك تجرب مع اللي بتحبه الحاجه اللي هو بيحبها. ايوه، مع ان السوشي ده جاب لي تسلخات. معلش بس كفايه انك حاولت عشان خاطرها، مش قلت لا وخلاص. طب بقول لك ايه؟ ما تجيبي نص رغيف، ها، حط لنا فيه شويه طبخ على فلترين ثلاثه كده، على ورقتين بفره، هاكل سندوتش سجاير. حسبي الله ونعم الوكيل. يا ياسمين تاخرت كده ليه؟ ده لسه هيبهدلك. ازيك يا رزق؟ ازي حضرتك؟ بصي بقى يا ام جديل، انا غرقان في شبر ماي دلوقتي. انا عايزك تحددي معايا بالظبط لون من الالوان دي يمشي هنا مع الجو العام. عارف اللون الاوف وايت؟ ايوه النسكافيه. بس يا انا مش عارف غير كعلي بيبي. ادهن لون النسكافيه ده يا رزق. ايه لون النسكافيه ده؟ يعني لونه ايه يعني؟ مش عارف. هي اللي قالت يا بني ادم هو اللون في ايدك ده اللي انت بتشربه. اسمه نسكافه. انا ما هقولك، بعتذر لك. ادهن لون نسكافه. الله، بص اللون بقى جامد ازاي. حلو يا رزق، تصدق حلو. انا ما كنتش متخيل هو يطلع بالروعه ديت يا باشمهندس. حلو لون النسكافة ده. بس انت ليه بتاخد لبن كتير كده؟ ازيك يا ياسمين؟ الا هاي بنت، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. خلصت رسومات المعرض؟ خلصتها كلها، بس بصراحه يا رانيا انا جيت في الاخر ووقفت. ليه؟ يعني قلت امشي رجلي شويه. حبيبتي اطلعي على المكتب خليهم يعملوا لك منها برنت اوت. طيب مش عايز مني حاجه؟ لا خلاص مشيت. يلا باي باي. تشربي شاي؟ لا ماليش فيه، اشرب نسكافيه. اعمل لك ولا نلحس من على الحيطه؟ لذيذه قوي رنا دي على فكره، وشيك حاجه تشرب يعني. هو انت ما بتغيريش يا ياسمين؟ انا غير ليه؟ طب ما هي قدامك من زمان، لو كنت عاوزها كنت اتجوزتها. يا سلام، انت ما عندكيش فكره، اصلا الغيره دي بتخنقني. احسن حاجه فيكي انك ما بتغيريش على فكره. بابا عايز يقابلك. لا والله. اقابل امه، اقابل حضرته يعني. ماشي، هحدد له ميعاد. اوكي، هي عايز يخطبك؟
قول لي يا بول. ايوه يا عم. انا عايز اسالك سؤال مهم جدا. اتفضل. انت اصطدت قبل كده؟ والله يا جلال بيه احنا عندنا شاليه صغير كده في الاسماعيليه لما بروح اصطاد. جار؟ لا لا بوص. خوص. بقول له جار يقول لي خوص. خوص ايه؟ لا يا عمي لا. استنى يا ابني لما اخلص ضحك. خوص. خلصت؟ خلاص. بوص انت كل ده كنت بتضحك غلط. ما انا فاهم خوص. برضو اتفضل اتفضل يا بوس. بوس بوس امشي. ايوه اركن على ايدك اليمين اهو كده. تعالى اتفضل. ما شاء الله ما شاء الله. اهلك بلبل. اهلا اهلا. ما شاء الله يا عمي ما شاء الله. حلوه قوي الفلوكه دي. على فكره انا بحب الصيد مش السمك، عشان كده انا اتجوزت 3 مرات. طبعا ما تقوليش انك بتحب الصيد زيي. طبعا امال انا اصطدت يا سيدي ازاي؟ طب بعيدي بعيدي. احنا ايه مش هنتحرك بقى ولا هي دي الخروج؟ هنفضل قاعدين كده عليهم كده. امال فين ابوك؟ تحت. بس ايه رايك في بابا؟ والله لذيذ بس عارفه اوفر شويه. اوفر يعني ايه؟ بس بقول له مش عارف ايه، قال لي استنى لما بطل ضحك وانا بخبط عليه وباخد دوش. لا هو بس بيحب يدي كل حاجه وقتها بالظبط. اه لسه كمان بقى لما ياخد عليك هيحصل ايه؟ هيفك. هيفك ويحصل ايه؟ ما هيفك هيجري يعني. احترم نفسك. بلبل اهو فك فك. اجري اجري. اهلا كابتن بلبل. شويه. اهلا اهلا. منور اعالي البحار. بوجودك والله بوجودك يا عم. هات لي كل ما غير. ايه ده لقيته ايه كنز ولا ايه؟ احنا هنا يا ابني بنصطاد بجد. انت شفت الطعم اللي بنصطاد بيه؟ انا ما شفتش حاجه خالص لحد دلوقتي لسه. طعم؟ جمبري جامبو. واو. صبيت. جمبري وصبيت؟ هتصطاد بالجمبري والصنبيت؟ طب على كده هتصطاد ايه بقى؟ رز؟ على فكره انا قلت رز هتطلع بتضحك تاني غلط. حضر الطعم عشان نصطاد. تعالى معايا. حاضر. احنا هنا بنصطاد تونه وهغديك منها. تونه؟ عايز تغديني تونه؟ بتاكل السمك جمبري وسبيته هتغديني انا تونه؟ لا انا هتغدى طعم. خليني مع السمك احسن. ٣٠ سنه صيد عمري ما اصطدت سمكه زي دي. ودي تعمل كام علبه تونه دي يا عم؟ تونه ايه؟ دي قشره بياض يا ابني. طب تعمل كام علبه قشر بياض يعني؟ انا لما ارجع هزل عمك عزيز ويسري وفؤاد، هزلهم كلهم واوزع عليهم الصور واقهرهم. ممكن اتصور معاه؟ طبعا يا حبيبي اتصور على ملبس وارجع واتصور انا كمان. ماشي ماشي. اوفر بس. ثانيه واحده. يلا يلا. سمايل. فعلا فعلا سمكه رهيبه رهيبه. هلا بلبل انا جاهز للصوره التاريخيه. فين سمكتي؟ ها؟ فين سمكتي؟ ماليش دعوه بلبل وقع. طب هتعالوا بالتدريج. طيب هي وقعت هنا لما انت اتاخرت فزيت ومشيت. ما انا عايز اصور جنبها. خد صورتي خد صورتي يا عمي انا مش عايزها. اقول ليه يا عزيز يسري دلوقتي؟ في فؤاد كمان حضرتك كنت عايز تغيظه ولا ده مش فارق معاك انك اهدى 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 اهدى. ولبس قميص جديد وبتاع. هنلاقيها هنلاقيها يا عمي ان شاء الله. هتروح فين؟ هنلاقيها. هتلاقيها هنا ولا هنا ولا حاجه. هنلاقيها يعني اصطاد هيصطاد غيرها. اهدى اهدى بس يا عمي اهدى. اهدى اوفر فعلا اوفر برضه يا عمي. يعني الجمبري موجود والطعم موجود والسمك موجود. نصطاد احنا جايين نصطاد. ما احنا واحنا جايين احنا جايين نذاكر احنا جايين نصطاد رحله يعني. يا عمي نصطادها تاني نصطادها. لا مش دي التانية. خد ابيض واسود. عايز سمكتي. أمل 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 أمل.
اخلص الصوت ده بيقشعرني. مضايقك انت الصوت ده؟ امال يعني عايز اغلس على المنشار؟ هتاخدي بالك ليكون الفرم عدي ولا حاجه تتعير الاب. اشك انه لسه جوه. يا ساتر ايه ده؟ ايه الزبالة دي؟ عامل ايه؟ ما انتوا مش حاطين باسكت في الأوضة. ايه ده؟ القلم ده لقيتيه؟ يا ده انا قلبت عليه الدنيا. شوفي كده كان فيه بنطلون كنت بدور عليه، شوفيه هنا كده كده. طب بقولك ايه؟ هي ياسمين بقى هي طلعت السوبر وومن اللي بتطير؟ بتطير؟ ده عليها حتة طير؟ ايه؟ انما ايه؟ حمادة مهم بغض النظر عن طيرها، يعني انا لقيت الحقيقة فيها كل المواصفات اللي انا عايز تستحق 100% فعلا، عشان كده خطبتها. كنت مبسوط قوي مع ياسمين حقيقي. سلام ايام لحد بس ما حصل حاجة صغيرة كده. حاجة ايه تاني؟ حاجة عمري ما هنساها. في يوم من الايام كان في دبانة في المكتب. التصميم ده قولي رايك فيه. اي اوي انت بتعمل ايه؟ دي حسنة يا رانيا، دي حسنة. معلش ما قلتها لك. ايه بتزنق؟ انت بتعمل ايه يا رانيا؟ يا رانيا الدبان ده انا بكرهه. بيقولي الاوفيس بوي يرش المكتب، مش معقول كده. فين التصميم؟ خلصيني اهو. كويس ماشي. استني كده. ايه ده؟ ده بني. استني بقى. وحش قوي اللوجو ده. التصميم كله بني كده. انت تحس انه بريح؟ لا لا لا، ده فكرته اجمالا كده على بعض قرف. وحش. مين بني اللي رسم التصميم ده؟ ده وحش جدا. مين دي؟ دي هاله المشهد. طب وبتعيط ليه؟ هي تايهه؟ انت تايهه؟ لا، دي هي اللي رسمت التصميم ده. ده حلو جدا، ده تحفه. حلو قوي. حلو جدا. جالك ازاي يعني الفكره؟ جات لك ازاي؟ طب وايه ومصحف ما سمعت. طب وايه؟ طب انا الحقيقه مش سامع. طب ابعتها لي مسج لو ما فيش عندك سيجنال. ابعتها لي مسج. مش سامع. طب واللون؟ بني حلو وجميل. حلو جدا البني، حلو. بس انا كنت عايز اسال سؤال بس. هو بني ولا بني؟ بس راني. بس انا سمعت حضرتك وحضرتك بتقول ان الفكره اجمالا قرف. شرف. الفكره اجمالا فيها شرف، تحس ان فيها شرف كده. لا 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 لا، انت ليه فاكره كل الكلام كده؟ لا فرفشي كده وفرفشي وما بتعيطيش وابتسمي وشك جميل. طيب انت خريجه سنه كام؟ 2009، امتياز مع مرتبه الشرف. 2009؟ ده انت لسه بالكرتونه. لا تمام. طيب اسمك ايه؟ هالة. اهلا يا هالة. اتفضلي. ديزاين البوني. انا يا ستي بلبل الشهير بنبيل مسعود، الصخرة اللي بتحطم عليها أحلام وطموحات كل حد جاي فاكر إن هو عامل حاجة كويسة أو ما حصلتش، لأن دايماً في أحسن. أنت هتشتغل معانا هنا. بس باش موضوع البوني ده عشان بداني. الحاجة التانية، موضوع مرتبة الشرف ده أنا عايز نسيه تماماً، أوكي؟ أنا عايزك مرتبة سفنج. تشربي وتمتصي الإهانات وآخر اليوم تتعزلي تنزلي كل حاجة، عشان إحنا شغلنا هنا صعب. تمام. يخرب بيت امك يا شيخه. لف 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 لف. اول ما تلف حلبها على طول. بس كده ماتت. المهم يا ستي، انا طول عمري بقول رايي بصراحه، بس مهلا يعني ما اعرفش ليه ما صرحتهاش. لف بس، هو ان شاء الله هتكمل. هتلف بايد واحده؟ عيب تسالي سؤال زي ده، ممكن الف وانا سايب ايدي اصلا. شوفيها في ظهر المضرب.
جايز شبكة. طب أرجوكي موتيها لحسن، أنا بجد بعرف مدبان قوي. هموتها. لا والنبي. مش يمكن اتكسفت من هذا؟ لا أنا بجح. إيه؟ خفت على مشاعرها؟ ستي ما تولع مشاعرها بجاز. إيه يا حاجة أنت؟ الله أنا بس هدقت. إيه يا أمل؟ إيه يا أمل أنت كده هتموتيني أنا؟ استطعتي حاجة طيب بعد ده كله؟ لسه. بس هتروح مني فين؟ يعني لا اتكسفت منها ولا خفت على مشاعرها؟ لا. أمال إيه؟ ما هو ده اللي أنا حاولت أعرفه. ليه أنا ما قلتش لهالة لما وريتني الشغل بتاعها إن شغلها يقرف الكلب؟ أمل أنا بحب الدبان جدا، بحبه. قلت لك مش هتعرف تلف. هشرب فلتر وهكح كمان. انت شفت الجمهور؟ انت كنت شايف حاجه قدامك؟ ردي بقى يا ياسمين، بقى ردي بقى، حرام عليك النخر كده. جرايه يا باشمهندس بقى، عايزين نروح ننام. اخترت اني لون السيلفر ولا الازرق؟ اصبر اصبر هاله، انا مش عارف احلى حاجه فيكي انك فعلا بتردي من قبل ما بتصل. ها يا جماعه، ها يا هاله. ايه الملل ده؟ انت بتختاري شبكتك؟ ايه اللي عندك؟ حموضه؟ تحبي اجيب لك حاجه للحموضه؟ انهي لون؟ الفضي. يا ساتر، ادهن يا ابني الازرق. انت كيش فكره اصله الواحد يعني نفسه احيانا يبقى مسيطر شويه. ادهن الازرق، ادهن الازرق. يلا 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 من هنا. اوعى اوعى. لا 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 اوعى اوعى. عايز تشيلي؟ عيب عليكي، عيب عليكي. معاك الراجل وعايز تشيلي. يلا يا نهار اسود. كان بؤمن جدا بالمساواه بين الراجل والست. لو عايزه تشيلي ما عنديش مشاكل. يلا يا برد. اوكي يا ريس. انت كنت رايحه فين اصلا يا هاله لما كلمتك؟ ما فيش، كنت عايزه اشتري هديه لواحده صاحبتي عيد ميلادها بكره. المفروض مامي كانت تيجي تختار معايا، بس واضح كده انها نامت. وانت كنت هتشتري الهديه من مامتك؟ ايه ده؟ باباكي بقى عايش ولا نايم؟ لا انا بابي معايا. الله يرحمه. طيب انا فاضي، ما عنديش حاجه، لو تحبي اجي انقي معاكي ما عنديش مشكله. حلوة؟ تقرف. زهقت مش عارف اختار ايه. طب ايه؟ اجرب دي، اجرب دي. بس مفيش ولا حته فاضيه عندي. ما عندكيش هاتي دي اللي انا ما رشيتش فيها صح؟ اه. مش عارف دي ريحتها ولا ريحه ايدك. اجيب ايه طيب؟ اجيب ايه؟ اجرب دي.